تنبشع من تحت الارض وبتجيب العبد رجلي. شريف استناني عند البوابة. بس انا عطيته امر طاهر وانا قلت له استناني عند البوابة لحتى تهدي. هيك صاير عم تكسر مقاديفي قدام الخدم. حوري الحقيني انا مستغرب كيف تحطي عقلك بعد وحده خدامه. بنت ما بدها تبقى عندنا، ليش لا تجبريها على القعده هون؟ مش هل يصير عندك ألف خدامه؟ هلا انت هيك فهمت الموضوع؟ كيف بدي افهمه لك انا؟ ليش ما اخذته من خلال كرامتي ومن خلال كرامتك كمان؟ ليش ما الا مو قدران تقتنع انه هذا البيت بيت سلطه، له سطوته وله هيبته، وكل كلمه بتطلع منه لازم تكون مسموعه؟ كيف ممكن تسمح بكلمه لا حتى لو كانت من خدامه وتضل ساكت؟ طاهر انت اذا سمحت للناس تمرد على الاوامر الصغيره بكره بتمردوا على الاوامر الكبيره، وهيك بتكون حطيت اول اسفين ببيتنا لدمار وخرابه. اذا كان وجود بيتنا متوقف بس على هرب وحده خدامه، انا اول واحد بدي اقول عمره هالبيت الله لا يرده. بتعرف شو بيعني هذا الشيء طاهر؟ هذا بيعني لي انه في افكار تانية بذهنك غير انا اللي تصورته عنك. كمان هلا عم تفكري غلط يا حورية. تذكري انه انا وانتي انتي، نحن متفقين على الجوهر بس مختلفين كتير بالتفاصيل والشكل. انا غلطت كتير لما اعتمدت على ذكائك اكتر من اللازم. انتي كان فيكي تحققي كل شيء حققتيه بدون ما تخلي الناس يكرهوكي، بدون ما تسيئي الي ولا سمعتي. المال طاهر ما بيجي معي غير بطريقة واحدة، طريقتي أنا. بس هيك بنكون ذكرنا الناس بكل مساوئ الدولة، هيك بنخليهم يكرهونا. أنت بتختلف عن الدولة بكتير، الدولة بتاخد وما بتعطي، أما أنت بتعطي وبتاخد. تاني احنا مو مضطرين كل الناس تحبنا طاهر. أنا مضطر لحب كل الناس. أنا بحياتي ما حلمت أن يكون الحاكم والمحكوم، أن يكون الزعيم والشعب. على كل حال حتى ما تتفاجئي بالمستقبل رح تشوفي هالاختلاف بيناتنا بعيونك. شو في بذهنك طاهر؟ اليوم بس تطلعي على الساحة رح تفهمي كل شيء. قبل ما تجوا على بيتي كانوا الناس طول عمرهم يفتحوا لنا قلوبهم وبابهم. بعد ما بلشتوا تدوروا على الضيعة وتخربوا على الناس صارت الناس تدير وشها وتسكر بوابها وين ما شافتنا. طيحون بتضل بتجلدهم لحتى يرجعوا الناس يفتحوا لنا قلوبهم وبابهم. انت شو اللي عم تشتغله طاهر؟ انا عم صحيح اخطائك وانا اكون الضحيه. اكيد انت مالك ضحيه يا حورية، ضحايا هن الناس اللي برا. انا اذا كنت عم بفهم عليك منيح طاهر فانت عم تعطيني تصريح بكل شيء عم بيشتغله وانت موافق عليه، وبنفس الوقت انت بدك تظهر قدام الناس كلياتها بمظهر المخلص والزعيم المثالي. شوف طاهر، حب الناس لك ما رح يفيدك، الشيء الوحيد اللي بيفيدك هو انه يخافوا منك، لما بيخافوا منك تضمنهم تحت سيطرتك. انا رح انهي نقاشنا بهدوء طاهر، بس يمكن ما عاد نقدر نعيش سلام بعد. We'll be right back.
حورية افتحي الباب. كنت فايقة. بس تعبانة يا شاحنة. تفضل.
ستي عم يجعك شي؟ ستي طيب قومي ارتاحي بتختك. تركيني وهيبي. أمك وين هلا؟ أمي ضايرة بدها مين يخدمها، راحت تسكن عند بيت أخي. وهذا البيت حدا ساكنه؟ لا. بتعرفي شهلا؟ عم فكر اشتري هالبيت ونسكن فيه سوا. والسرايا؟ من هلا ورايح ما عاد لك رجع على السرايا. وأنا يوم هون ويوم هنيك. معقول تختفي هيك فجأة بدون ما تحسب حساب انه ممكن ينشغل بالي عليك؟ بصدق ما خليت حدا من اصدقائنا واصحابنا الا وسألتهم عنك، انه حدا يعرف وين انت لا تتعب. صحيح وين كنت مختفي بهالفترة؟ ارض الله واسعة حامد بيك. بس كان لازم تكون خبرتني او حكيت معي. احيانا الواحد منا بحس انه بحاجة لعزلة عن البشر والناس، للحظة يختلي فيها مع نفسه ويحاكمها كمان. بصدق بالاول فكرت بانه الحكومه ملاحقتك، نزلت على الشام واطمنت انه ما في عليك شيء، بس ما كنت لاقي اي تبرير لغيابك الا اذا الحكومه تراجعت عن رايها وقررت تلاحق من جديد. انا ما هربت من وش الحكومه حامد بيك، انا هربت من وش طاهر. اعماله هلا هو والست حوريه ما قالها الله وما بيرضى عنها بشر، وإذا التقينا ما فيني إلا واجهه بهالحقيقة. آه يا زكي أفندي، شو بدي أحكي أنا؟ أنا بحياتي ما بنيت آمال على حورية لحتى أشعر تجاهها بالخيبة. أنا الخيبة الحقيقية اللي عم بشعر فيها هلأ تجاه طاهر وبس، خيبة وحزن. وليش تاركن هيك؟ ليش ما بتوقف جنبهم وتنصحهم؟ وإذا لزم الأمر توقفهم عند حدهم. الواقع أنا تعبت كتير من التفكير بهذا الموضوع. طاهر عم يعمل شغلات كتير أنا مالي راضي عنها إطلاقاً. طاهر يا زكي حاسس حاله هلأ مثل القط المحاصر، والقط المحاصر مستعد يعمل أي شيء. أنا قدمت كل اللي انطلب مني، وتدخلي هلأ ما رح يفيد وما رح يؤدي لأي نتيجة. الأمور واصلة لنهاياتها المحتومة، وأنا ما فيني غير هالنهاية. حابب أسألك سؤال حامد بيك، شو النهاية اللي متوقع له يا هلا طاهر؟ يمكن يكون في أكثر من نهاية، المهم طاهر نفسه يعرف لأنه نهاية رايح. الحكومة حابة تفتح معه موضوع مفاوضات من جديد، وتوسطوني لأحكي بهذا الموضوع وأنا رفضت واعتذرت،
لأنه ما عندي شيء أحكيه لا لطاهر ولا لغيره. لذلك الله يخليك إذا حكوا معك ووسطوك لا ترفض. طاهر ما بيسمع كلام حدا من بعدي غيرك. تعال عندي، أنا بدي إياك، أنا بحاجة إلك. رجع مرسل، رجع. ليش ما بتاخديني عند عمو مرسل؟ ليش كلكم ما بتاخدوني عند عمو مرسل؟ لأنه حبيبي ما حدا بيعرف وين، بس بوعدك بس اعرف وينه رح اخذك لعنده. شايف المحرمه فاضيه، شو التغى العرس؟ لا ما التغى العرس. ونقطة الست وين راحت؟ نحن ما معنا مصاري ندفع. اتركوا بي يا كلاب. طاهر بشو عم تفكر؟ عم بتذكر أول مرة شفتك فيها. بهديك اللحظة حسيت إنك قريبة مني، وهلا عم حس أكتر وأكتر إنك إنسانة رائعة عم تنسيني همومي وعم تخليني حس بالراحة اللي نسيتها من زمان. عم بتخيل كيف كان ممكن تكون حياتنا لو تجوزنا بعض من زمان. أكيد كان في شغلات كتير بحياتي تغيرت، وأولها أنا. يبدو أنه ما راح يطلعوا من هالبلد من غير ما يلوتوا إيديهم بدم جديد. شيخ كامل، أنا من رأيي تترك المظاهرة مع رجالك وتطلع على الضيعة. أنت من زمان مطلوب وأكيد مو نسيان لك. حرصك علي بقدر، بس هيك بتكون عم تحرمني من شرف كبير تعودت عليه من زمان، وهلا أجا أوان. بعد ما تركنا سلاح تحولوا الناس عنا لعجايب وغرايب. بهديك الأيام كنا سوار، أما اليوم نحن مالنا أكثر من سجنة. أنا كنت حابب أشوفك خمس دقايق على انفراد طاهر بيك. تفضل، عم بسمعك. أنا بعتقد إنك على علم بالأحداث الأخيرة اللي عم تصير. الفرنسيين لهم وجهة نظر بالبقاء هون فترة من الزمن حتى يرتبوا أنفسهم هن والإنجليز. الوطنيين عم يشعروا بهذا القرار المفاجئ، تنكر لمعاهدة الاستقلال الموقعة بين الطرفين قبل 3 سنين تقريبا. مشان هيك يمكن تتفجر صدمات وترجع الأحداث الدامية من جديد. هذا الشيء بعرفه، بس اللي ما بعرفه هو سبب زيارتك لي. أنت شخصيا إلك مكانة ومعزة خاصة عند الكابتن جيلبرت. هو ما بشوف أي ضرورة لصدام معك، وطلبه الوحيد تبقى القوات الفرنسية المجاورة لقواتك بخير وأمان، مشان ما يخوض معارك هو بغنى عنها. وخصوصا الجلاء صار أمر حتمي إقليميا ودوليا. بفهم من حكيك إنك جاييني مبعوث من الفرنسيين مو من الحكومة الوطنية اللي بتمثلها. القصة مو هيك تحديدا، وكوني بالسلطة الوطنية، بس هذا الشيء ما بيعني أبدا إني أقطع كل خيوط التفاهم مع الطرف الثاني. ولما طلب مني الكابتن جيلبرت اتصل فيك ما ترددت لحظة واحدة، لأنه حرب جديدة ما هي من مصلحة حدا. أنا مالي مقتنع لا فيك ولا بمواقفك. كل اللي عم فكر فيه هلا اني ما افتح جبهة قتال مع الفرنسيين. الحقيقة المطلوب منك اكثر من هيك طاهر بيك. وشو المطلوب مني يا ابو خالد؟ الكابتن جيلبرت خايف يرجع الشغب والمشاكل على المنطقة اللي بتسيطر عليها قواتك، وخوفه تحديدا من الشيخ كامل،
ما يرجع يشكل قوات حربية من جديد ويبدأ التحرش بالقوات الفرنسية. ودورك هون حماية القوات الفرنسية وتحافظ على أمن منطقتك. كونك محافظ بالمنطقة اللي أنا فيها كان لازم تعرف أنه بعمري ما فكرت أن يكون درع حماية للفرنسيين. وكونك يا أصيل مبعوث للفرنساويين كان لازم تتوقع أني أكيد رح أصبك مثل ذبيحة وأرمي جثتك للكلاب. بس هذا الشيء ما رح أعمله هلأ مشان تحمل لهم رسالتي. رنو! مور معلم. بتاخدوا هالكلب وبترموه بالسيارة، وإذا بتلمحوا عيني رح أصبه. يلا لا! يا سيدي المعلم طاهر ما قصر فيه، كنت مشتهي حبسه كم يوم ويهينه، وإذا كان محافظ يعني طز. ميت محافظ مثل حكايته بيسوى فرنك، بس الحق مو عليه، الحق اللي عينوه محافظ من الأول، معروف إنه جاسوس للفرنسيين. كيف زبطت هي مع الحكومة الوطنية ما بعرف. يبدو إنه منشوف هيك شوفات كتير لسه، وبقدرة قادر يتحولوا جواسيس مبارح لحكام اليوم وبكرة. شبك صادق؟ شو عم غني بالطاحون أنا ولا عم هلوس لحالي؟ شب أنا أحكي لك كلمة ما ترد؟ لا بس كنت عم فكر إنه كان لازم زوركم بالبيت أنت وريما وبارك لكم بالولد الجديد، وعلى القليل يجيب لكم هدية. ريما دايما بتسألني عنك، وكل ما بتبعت أكل معي بتقلي وصلت له الأكل ولا لا، ولازم إلا وصلته. بس أنت غيرت الحديث يا صادق، وهذا معناته انه انت كنت شارد لبعيد بعيد. نامي عندي اليوم امي، انا نايمه لحالي وطاهر ما رح يرجع. لا يا بنتي، انا راجع لبيت اخوكي. الحمد لله هي اجيت وطمنت عليكي، وابن اخوكي موجود هون، لانه ابوه وصاه وقال له انه لما ما بيكون طاهر بالبيت انه يبقى وينام عندك. عمتي واصل ستك على البيت ورجع بسرعة، أنا بخاف أبقى لحالي. كل عمرك كانت السياسة لاهيتك عني، غيبتك عن بيتك نسيتك حالك وحياتك، وبعد كل هالسنين شو أجاك منها غير تعب القلب ووجع الراس؟ لا يا ألماسة لا تغلطي، أنا ما كنت عم بشتغل بالسياسة، أنا كنت عم بشتغل بالمسائل الوطنية يلي بتهم البلد والناس ومصيرهم. أنا لما انطلب مني أني أشتغل بالسياسة رفضت. وشايفتك هلأ رجعت لها، ما بتصدق يطلع النهار لتطلع على شارع الدور تحت زخ رصاص وترجع لي باخر النهار معصب وفاير دمك. انا ما رجعت للسياسه، انا رجعت لحالي، رجعت للي بديته، للي كان مطلوب مني وعم ينطلب مني لحد هلا. بعد عشرة 25 سنه لازم تعرفي انه انا ما بيهنالي عيش لحتى اشوف الفرنساويين طالعين من اراضينا وبيوتنا وشوارعنا. هذا اللي بديته قبل 25 سنه وهذا اللي بدي انتهي فيه. الفرنساوية مالي طايقة اسمع هالكلمة. معك حق، لأنه هالكلمة بتخليك تكرهي أعداء الماضي وتعلمك كيف تكرهي أعداء المستقبل. نحن هلأ ملهيين بالحرية والاستقلال، لكن بعد فترة بدنا نفيق من هالغيبوبة ونلاقي نص أراضينا ضاعت من بين إيدينا للغريب. لواء اسكندرون من الشمال، فلسطين من الجنوب. أنا ما بعرف الكره يا ألماسي، ولا شعبنا بيعرفه، لكن العالم عم يدفعنا له دفع، وبهيك حالة كرهنا مبرر ومشروع. اسمعي لك كتير، وأنا اشتقت لك، اشتقت لعمو موسى. حبيبي امشي امشي لأخذك مشوار. طاهر شوفي، أنا بدي إياك تضل معي اليوم، ما بدي إياك تروح لعندها.
اليوم دورة. بعرف بس أنا ضجراني كتير. وهيبي عندك، وإذا كنتي ضجراني طلعي مشوار على البرية. أنا ما بدي البرية طاهر، أنا بدي إياك أنت. اليوم دورة، هذا شيء متفقين عليه وخلص. بدك شيء تاني؟ أنا بحياتي ما توقعت إنك تكون معي قاسي هيك. طاهر أنا عم ترجاك تضل معي. قولي اللي بدك إياه، بس تخلصي كلامك خبريني مشان نمشي. أنا ما لحقت تروح لعند طاهر. أنت بدك تضل معي هون. حورية، أنت بتعرفي إنه أنا ما عندي رغبة روح ولا عندي رغبة أبقى، بس في نظام بالبيت ولازم نحافظ عليه. ايش رحلة مسكنة عسكرية لتطبق النظام علي وعلى عواطفي؟ أنا كمان لي رغبات وقلت لازم تفوز لي إياها طاهر. روح بجيبه من عند هاجر. لا أرحب، هو بيرجع لحاله. بعدين هي بتذكره بعمه مرسل كتير. الإنسان اللي مثلي أي غلط بسيط ممكن يكون له انعكاسات خطيرة على حياته ومستقبله. مشان هيك بتلاقيني يا شهلة أني عايش حياة غير الحياة اللي كنت أتمناها وأحلم فيها. وراح أقول لك الحقيقة، أنت وفرتي لي الحب بالوقت اللي أنا محتاج فيه الحب، لأني منه بستمد القدرة على الاحتمال، وهو اللي بيخليني إنسان سوي. بتعرفي شعلا، أي مكان بتواجد فيه غير هذا المكان بحس أني بالمكان الغلط، لأني وحيد. يعني وراء المجد كله في إحساس قاتل بالوحدة. أنت الوحيدة بالعالم اللي بتخليني أحس إنه أحلى الأيام لسه ما عشناها. والست حورية الله يوجه لها كل خير، ما رادت تضيع عليكم حقوقكم، بالعكس زادت عليها حقوق. والأرض اللي بتساوي ليرة ذهب عطتكم فيها 5 ليرات. الحمد لله هي ما بحاجة أراضي، الله عاطيها وكافيها. بس أراضيكم هي بين أراضيها، واقفة بنصها مثل الخازوق. وإذا بتصير إلها هي بترتاح وأنتوا بترتاحوا وبتنشغل الأرض أكتر. حضرة الأفندي مأمور الطابو عمل كل حساباتكم وتمن أراضيكم بأكتر من حقها، وهلأ لازم تجوا تبصموا على السجلات منشان تقبضوا مسرياتكم. خليكم بدوركم، واللي بيطلع اسمه بيقرب. أحمد زازا. فتحي مراد.
سعيد جركز. وائل أبو شعر. ناجي طعموني. رشيد العيد. خالد حمد. يلا تحرك. ما رح ابصم. نعم ما اسمعك. ما رح بيع ارضي. انا رح اعطيك فرصه تانيه مشان تبصم وتبيع ارضك احسن ما اقطع لك ايدك. طعيها يا ست. ما رح ابصم لو قطعت جسمي كله قطعه قطعه. شريف بدك تبيع ولا لا؟ لا. بدك تبيع ولا لا؟ لا. بدك تبيع ولا لا؟ لا. بدك تبيع ولا لا؟ ضعيها ضعيها وما راح بيع ارضي. شريف وضايده. هلم تعمل يا ست. حرام حرام وغلط. لا يرضي الله ولا عبده. هذا كفر. ابو علي لا تذكري هالاسم على لسانك لأنه بيتوسخ. يا طاهر أنا مضطرة أعمل هيك لأني إذا ما عملت هيك الناس ما رح. اسكتي هورية. اسكتي وبلعي لسانك. بلعي سمومك. خناجر ولا صوتك. اسمعي لقلك طول عمرك انت بتحكي وانا بسمع. هالمرة انا رح احكي وانت تسمعي. انا تعبت وشيت لبنية املاكي الاربعة بيتي اللي هو حصني ومحبة الناس اللي هي قوتي وثمار عملي اللي لازم اجنيها وحريتي. ما رح اسمع لحدا يهد اللي بنيته. انت لطخة سودة بحياتي. لطخة سودة بحياتي. شوفي فرجي شوفي حالك. انت شيطان يا حورية شيطان. أبو علي أبو علي شوفي ليش أنت هون؟ راجع لك يا شيخ إلا إذا كنت ما بدك يعني. هذا كلامي أبو علي. أنا عم أسألك لعارف شوفي هوني وليش جاي. شيخ وصلت الأمور هنيك لحالي ما بتنطاق. اللي عم صير هنيك جنون جنون وانا ما عاد فيني اتحمل ابدا. شيخ انا لو لا كنت من زمان هون لو جبتني معك من يومها كنت ريحت من العذاب اللي قاسيته بكل لحظه وكل ثانيه. شيخ انا كنت متعود عندك على شيء واللي كان منتظرني عن طهر طويبي شيء ثاني. معك حق يا ابو علي معك حق. أنا غلطت يا ريت تسامحني. اللي عم يصير هنيك يا شيخ مو غلط. لا كفر.
مين عم بدق الباب؟ أنا صادق شهلة. افتح الباب، في شي ضروري بدي إلك إياه. شو بدك مني صادق؟ أنا مسكر الباب وقفلته. افتحي شهلة، ضروري بدي أحكي معك. خلص هاي شفتني، روح بقى ولا بقى ترجع. بترجعك روح. ضلن واقفين على الباب تقريبا شي ربع ساعة، بس ما سمعتهم حكوا فيها شي، وبعدين هو راح وهي سكرت الباب. برافو عليك شريف، نص المهمة الأول انتهى، هلا النص الثاني. أنا بدي إياك تضل تراقبهم لتتأكد إنه رجع لعندها مرة تانية، وهيك منتأكد إنه الحب القديم ما مات، ومنحط الطبخة على النار. بعت لي ورا طيحون. بأمرك يا ست. شو في اخبار السرايا تحكون؟ اخبار السرايا عالي العال، وكل شيء ماشي بشكل طبيعي. انت متاكد؟ طبعا متاكد. ليش في بالعاده يخبي عنك شيء؟ اعطيهم. انا ما طلبتك لعارف شو فيه وما فيه. انا كل شيء بدور حوالي بعرف فيه. انا الواحد منكم اذا بيسعل تحت الحاف بعرف فيه. أنا طلبتك لشي تاني طيحون. أنا بدي سلمك خزنة المال محل صادق، وأنت بتصير بتصرف على السرايا وبتقبض العسكر. شو رأيك؟ هو الرأي رأيك يا ست، وطلباتك أوامر، بس يعني بعد إذنك فيني أعرف شو عمل صادق؟ ما عمل شي، بس بده يعمل. مثل شو يعني؟ طيحون انا بعرف وانت بتعرف شو بده يعمل، بس لا تقلي اللي بتعرفه. انا اللي بتعرفه بدي اياك تحتفظ فيه لنفسك، وبالاصح تنساه نهائيا. طيحون انا بدي اعمل منك الامر الناهي هون مع الطاير. شبك طيحون، مانك طبيعي. ما في شي، ما في شي ريما. لإلي بدك تقول ما في شي؟ كأني ما بعرفك. قلي شو في؟ الست سلمتني خزانة المال بدل صادق. مقابل شو؟ مقابل شو؟ مقابل ولا شي. عم تضحك علي طيحون؟ هلأ الست بدها تعطيك شي بدون مقابل؟ مقابل شو؟ الشيء اللي عم فكر فيه مشان اعرفه. هالعرض مغري من ناحيتين، من ناحية صير آمر بعد طاهر، ومن ناحية تانية عيش حالي عمري ما عشتها، بيتحول فيها السكوت لذهب. افتح الباب، يلا اتحرك. يلا حركة حركة، اطلع اطلع انت وياه. يلا لحتى تتعلموا شلون تدفعوا الرسوم والضرائب اللي عليكم. ابو علي ترك وراح على ضيعته بدون ما يستأذني. انا كان فيني امنعه، بس بعد اللي صار بينه وبين حورية قدرت انه مستحيل يتفاهموا مرة تانية. انا عم قلكم هالشي لحتى نبهكم، اي حدا منكم له ملاحظه على حورية يجي يخبرني، وانا بتصرف معه. انا مو حريص على حورية وبس، انا حريص عليكم كلكم. الاستقلال على الابواب، وجايتنا ايام عصيبه، لازم نكون محتاطين. Thank you.
مبين انه في وراكي اخبار مهمه. ايه طاهر، شي اللي بدك اياه صار. شو اللي بدي اياه وشو صار؟ قالت لي امي انه اللي عم بيصير معي معناه انه انا حامل. طيب انت شو عرفك انه انا هذا اللي بدي اياه منك؟ اهم شي بالحب اني اعرف الشغلات اللي بتحبها اعمل لك اياها. والله زمان يا زكي يا افندي اشتقنا لك. بالمقابل انا ما كنت جاحد اتجاهك، واكيد ما خطرت على بالك اكثر ما خطرت على بالي. عندي احساس انه جيتك لعندي مو زياره وبس. بالضبط، معي رساله شفهيه من رئيس الوزاره وعم ينتظر ردك باسرع وقت. تسمعي كل كلمه بيحكيها زكي افندي لطاهر بيك وبتخبريني اياها، بس اوعى حدا يشوفك. ها مفهوم ستي. يلا لشوف. مشان كون دقيق بالكلام معك، انا مالي بالصوره تماما، بس اللي فهمته انه اتفقوا اخيرا على المفاوضات معك، وهي الفكره كنت طرحتها عليهم من زمان بس رفضوها، مشان هيك اختاروني هلا كوسيط. اما شو تصورهم عن المفاوضات، شو الافكار اللي ممكن يطرحوها معك، فما عندي اي فكره اطلاقا. شوف يا زكي يا افندي، بهالايام كل شيء غير مفيد انا عم بستغني عنه. اذا انت بتشوف انه زياره رئيس الوزاره والمفاوضات معهم مساله مفيده، انا مستعد استقبلهم فورا.